الجزء الاخراني بقى خالص او النوع الثالث هو السوبر كوندكتنج ماجنتس، وده الحقيقه التكنولوجي اللي هي ليتست تكنولوجي في الماجنتس الموجوده حاليا. يعني الحقيقه دي معتمده على وجود مواد زي يعني اللي هي بيسموها سوبر كوندكتنج، يعني بتبقى لما توصل لدرجه حراره معينه يعني كريتيكال تمبرتشر كده، بيبقى في عندها الحقيقه الريزيستنس بتاعت الماده بدل ما تبقى ماشيه لينيرلي كده بتنزل فجاه. يعني انا بتكلم على الكابر مثلا يفضل ينزل كده فور ايفر لغايه 0 ديجري كلفن، انما الحاجات اللي هي السوبر كوندكتنج ماتيريال بتنزل لغايه درجه حراره كريتيكال كده وتنزل بعد كده عند درجه حراره تبقى الريزيستنس بتاعتها بالظبط بتساوي صفر او فيري ماتش كلوز لصفر. فطبعا دي عشان نوصل لدرجه حراره اللي هي القليله قوي دي بنضطر ان احنا نحط الكويل بتاعنا ونحط حواليه ليكويد هيليوم وحواليه ليكويد هيليوم ليكويد نيتروجين عشان يبرده هو كمان، وهو ليكويد هيليوم حاجه درجه حرارته بتبقى هنا، درجه حرارته اللي هي الليكويد هيليوم عشان يبقى ليكويد يعني بيبقى هنا بيبقى في المكان هنا، الليكويد نيتروجين بيبقى بعديه بشويه. فانا بحط ليكويد هيليوم عشان يبرد الكويل بتاعنا يبقى يعني في مكان يبقى ابرد ما يمكن، يعني يبرد اللي هو الكويل ده درجه حراره اللي هي اقل من تي سي، ونحط ليكويد نيتروجين عشان يبقى عازل الى حد ما بين الهيليوم وبين الايه بين الاتموسفيرك تمبرتشر اللي موجوده بره. طبعا الكلام ده بيفرق معانا جامد جدا. ليه؟ لان انا ممكن امشي كارنتس اعلى بكتير فبقدر احصل على حاجات يعني ارقام كبيره جدا في الماجنتيك فيلد. طبعا هو هنا في الكتاب ده كان ما هواش اب تو ديت، يعني في عندنا دلوقتي ممكن نوصل لغايه 14 تسلا مثلا اوكي بالسوبر كوندكتنج ماجنتس. بالنسبه للهيومن ابلكيشنز اعتقد ان في حاجات مصرح باستعمالها لغايه 9.7 تسلا. الحاجات الموجوده براكتيكالي في الاستعمال في الكوميرشال ماشينز بنتكلم على حاجات ممكن توصل لغايه 3 تسلا، ما يعني ما سمعتش ان في حاجه اكتر من 3 تسلا، بس اللي منتشر قوي هو 1.5 تسلا، هو اللي بقاله فتره طويله قوي موجود، ابتدت 3 تسلا يبقى موجود. وزي ما احنا شفنا احنا بنختار التسلا الاعلى طبعا بنفضله علشان السيجن ترويز ريشيو بتاعتنا بتتناسب مع البي زيرو بتاعتنا بكام. الميزه الكبيره قوي اللي موجوده عندنا في السوبر كوندكتنج ماجنتس ان اليونيفورم بتاعت عالي قوي، يعني الماجنتيك فيلد بتاعنا اللي بيطلع من السوبر كوندكتنج ماجنتس دي بتبقى فيري يونيفورم وهوموجينيس، يعني يعني عدد الـ او الـ النسبة بتاعت الخطأ فيه قليلة قوي، يعني بيتكلم على من 1 لـ10 parts per million، يعني نسبة الخطأ فيه مثلا 10 في المليون اوكي، يعني حاجة طبعا قليلة جدا جدا جدا. وطبعا دي مهمة جدا بالنسبة لنا عشان ما يحصل لناش distortion في الصورة نتيجة لوجود disturbance في الماجنتيك فيلد. الوزن بتاعه ما هوش خفيف، يعني يعتبر برضو يعني مش قليل، بس لازم نعمل له حاجة اسمها cryogenic كولينج اللي هي بنستعمل فيها الليكويد هيليوم والليكويد نيتروجين. طبعا الليكويد هيليوم والليكويد نيتروجين مش رخاص دلوقتي، والهيليوم الحقيقه ابتدى يبقى فيه مشكله لان هو يعتبر زي ايه بقى، بنتكلم على ان هو ريسورس من الريسورس اللي تنضب في العالم، يعني كميه الهيليوم اللي في العالم محدوده، واستعمالات اللي هي اللي يعني الناس بتستعمل فيها الهيليوم الحقيقه كتيره، يعني كلنا طبعا سمعنا على البالونات اللي فيها هيليوم. انا بتكلم على ان بعد شويه الكميه بتاعه الهيليوم الموجوده في العالم دي هتبقى قليله، فابتدى الهيليوم يبقى قليل فسعره مش رخيص. ابتدى دلوقتي طبعا المهم جدا بالنسبه لنا ان احنا الهيليوم اللي نحطه دوت ما يتبخرش بسرعه، فابتدى يبقى فيه دلوقتي واحده من المواصفات بتاعه المكنه الام ار اي ان الهيليوم التبخر بتاعه بياخد وقت قد ايه. فابتدى كان زمان مثلا كان ده بياخد سنه، يعني لازم كل سنه يتحط له هيليوم زياده، دلوقتي بقى بنتكلم على سنتين وثلاثه واكتر كمان. فطبعا دي واحده من البارامترز المهمه لان ده واحد من الحاجات اللي بنعتبرها رانينج كوست بالنسبه للمكنه، يعني ما ينفعش ان اجيب المكنه دلوقتي حالا واشغلها وتبقى سعرها رخيص والاقي ان انا بعد كده وانا بشغل المكنه دي طول ما انا بشغلها بتصرف معايا فلوس كتير. لازم ابقى معايا من الاول خالص بلان كده ان انا المكنه دي هدفع فيها كذا وهصرف فيها كذا في خلال مثلا سنتين ثلاثه اللي جايين، واحط في اعتباري كل الكلام ده عشان اشوف الاكشوال رانينج كوست بتاعي عباره عن ايه.